تطمن الفرق يا كابتن. ما هو انت لو ما هو انت بعت كل الحاجات دي للفرق في اوروبا وفي اسيا غريبه يا كابتن. امبارح تصريحات معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي قال ان اول زياره للاتحاد الدولي لما جم زاروا وشافوا الصالات وبتاع كان التقرير سلبي، وقالوا ان مستحيل يحصلوا يخلصوا. كلمني عن ده وازاي خد التحدي ده يا كابتن. الصاله بتاعت استاد القاهره يعني هم ايه قال لك اكتر صالتين هيخلصوا صاله برج العرب وصاله العاصمه الاداريه. نعم. وبعدين لما كنت معاهم بقى لما رحنا الصاله بتاعت الاستاد كان بس في سقالات شايله ربع الصاله. السقاله ده الراجل اللي هو درويش قال لك ايه دي تخلص في شهر، يعني الاربع تربع تخلص في 14 والزياره اول سبتمبر اللي فات، فاهم ازاي؟ طب تخلص يناير، طب لما انت ما فيش بطوله. فما قلت للدكتور حسن كلم الدكتور اشرف، الدكتور اشرف برضو كلم الرئيس وطلع في التلفزيون يعني السيد الرئيس ومعاه المستشار المالي بتاع الرئاسه ومعاه الدكتور اشرف. بدات بقى ايه تاني يوم رحت لقينا اربع سقالات، عارف بيركبوا اربع سقالات اللي خلص في شهر، في شهر ونص كانوا مخلصين الصاله بتاعت دايما بنشوف السيد الرئيس دايما ابدا يعني ما شاء الله انجازات دي تخلص في شهر وسريعه يعني ده انت بص بس اربع شهور خلص الشهر لما بتشوف انت الصاله بيجي لك احباط بعديها بثلاث اربع ايام بتبقى مبسوط. صحيح. فاهم ازاي؟ بلاش الفرق الكراسي والكمبيوترز والسكانرز والحاجات دي كله ايكويبمنت المساعده تك 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 ما فيش نو تايم. فاهم حاجه جميله يعني ده كمان بيقولوا لي انه الزياره الاخيره الدكتور انا شفت حوار معالي الوزير امبارح طبعا دكتور اشرف صبحي كان قبل الزياره الاخيره اللي كانت من شهرين دي قال لك استحاله، قال لك مش هنخلص، قال لك هو نفسه معالي الوزير قال مش انا اللي قال لك استحاله، الناس قالت استحاله. ومع ذلك احكي لك حاجه بقى 6 اكتوبر للدكتور حسن مصطفى دي الصاله كده زي دي كده وهنا في الشارع صغير تمام العربيه بتاعت التلفزيون مش هتقدر تخش الشارع الصغير. طب نعمل ايه؟ راحوا شايلين جت الهيئه الهندسيه شالت الرصيف ده خالص بقى الشارع داخل على الشارع الكبير عشان الايه العربيه بص التفاصيل وراحوا عاملين البتاع بعيد شويه تقدر تدخل العربيه وتخش وتعمل كل حاجه. وشفنا حتى امبارح في الصوره كابتن عربيات في البث الفضائي والتلفزيون عربيات جد كبيره وشغل يعني حاجه تتحس ان انت في حته تانية. حته تانية وناس بيشتغلوا 24 ساعه ما بيشتغلوش مثلا 12 ساعه ويقفلوا لا 24 ساعه وبعدين تخش تلاقي الاستشاري موجود، المهندسين موجودين، المهندسين بتوع الهيئه الهندسيه موجودين. يعني مثلا ايه في العاصمه الاداريه في اللي هو الملزم اول فولي ده مهندس عنده 22 سنه قال لي انا قاعد هنا وبخرجش بروح له طبعا كل ما تشوف تتابع العمل معاه في كل وقت. يمكن معالي الرئيس معالي رئيس الوزراء وكمان دكتور اشرف صبحي صرحوا ان طبعا الهيئه الهندسيه يمكن تم ايكال هذا الامر ليها لان في انضباط وفي سرعه في الانجاز. لا احكي لك بقى احنا ايه صممنا في اللجنه قبل ما امشي يعني ان يبقى مدير التشغيل من مهندسين الهيئه الهندسيه اللي هم الضباط اللي موجودين. طب ليه؟ هقول لك ليه، لان هو هيبقى تحت ايده الكهربائي تحت ايده السباك وتحت ايده كل المقاولين الصغيرين وهو اللي عامل كل الحاجات دي او هو اللي مشرف عليها من A to Z. ففي انضباط ففي انضباط وفي ما فيهاش في صرامه يعني فكل الحاجات دي اولا انت كانوا قاعدين في اسمها ايه دي بتاعت كرفانات محطوطه كانوا بيباتوا فيها يعني بنباتوا فيها وحمامات وكل حاجه. في اسبوع ما لقيناش الكرفانات دي خلاص راحت شالت كلها اتشالت. بعدين خلي بالك المجمع اللي هو بتاع العاصمه الاداريه ده مجمع كامل عارف مدينه يعني فيها حمامات سباحه فيها بتوع الجودو فيها فروسيه فيها كل شوتينج فيها كل حاجه. لا مدينه كبيره. وبعدين عاملين في النص كده زي بتاعت شلال ميه شفتها امبارح حلوه حلاوه غريبه يعني تبقى قاعد وانت مبسوط حتى. طب يا كابتن انت حضرتك شاركت في بطولات عالم كتير وحضرت وحضرتك طبعا يعني ممثل لينا في اتحاد دولي ودكتور حسن مصطفى بثق فيك جدا يا كابتن يعني بثق فيها 4-5 مبهدلنا بس حضرتك قد ايه دول حضرتك وكابتن العاصم السعداني وعلاء السيد وعندك في ناس كتير مجموعه كبيره الدكتور حسن الحقيقه زي ما بيقولوا يعني ايديه يعني ورجليه في الامور دي. شايف ان تنظيم كاس العالم ده او بطوله العالم دي تضاهي يعني اللي اتنظمت في اوروبا ولا احنا سبقناهم؟ وانت سبقتهم بالملاعب الجديده يعني الملاعب الجديده دي عملت لك طفره فظيعه ان احنا لعبنا بطوله العالم هنا سنه 99 لعبنا في صاله بورسعيد
وصاله الاسماعيليه، الاسماعيليه دي اتلعب عليها البطوله وما شفناهاش تاني في الجيل كانت وفي استاد القاهره اللي هي الصاله الكبيره والصاله الصغيره. فبص بقى انت دلوقتي بقى عندك اربع صالات فخمين جامدين، يعني ايه كمان منهم ثلاثة انشئوا خصيصا، انشئوا خصيصا في الوقت في وقت نو تايم، يعني سنه ونص كانوا خلصانين. طبعا انت بتشوف حاجات زي الايه سحر، صح، زائد ان انت عندك الصالات اللي موجوده، طبعا عندك بنيه اساسيه اللي هي بتاعه الاوتيلات، انت عندك اوتيلات مفخره الحقيقه. يعني انت مثلا في البرتغال في بطوله 2003 ودونا اوتيل تبع زي مثلا ايه، زي الاوتيل اللي موجود في صاله 6 اكتوبر، حاجه جوه الكومباوند، فاهم ازاي؟ لكن امكانيات قليله، امكانيات قليله، وكانت كل اوضه فيها سريرين، حمام، مفيش حاجه، الاكل اللي بتاكل زي، لكن انت الاوتيلات هنا عاملين طبعا نظام جميل الحقيقه. فيعني انت عندك حاجات تانية مساعده. طب كابتن الاوتوبيسات، ايوه انا عايز الترانسبورتيشن دلوقتي. انت عندك الاوتوبيسات بتيجي تاخدك من الملعب ل طب الاوتوبيسات دي لازم تتعقم، تتعقم. طب والسواقين محمولين بابل كمان جوه الفقاعه، وعملوا مسحه وبتعملوا مسحه ده، عملوا لهم مسحه خلاص، لان هم هيستنوا. انت شفت اليابان وهي نازله من الطياره، اليابان نازلين من الطياره، عملوا لهم المسحه ودخلوهم الاوتوبيس على الاوتيل، ما خرجوش. والباسبورات جت لهم على هناك، الباسبورات جت على هناك. تيجي بقى هم اتنقلوا من الاوتيل اللي كانوا قاعدين فيه بتاع القوات المسلحه ده، اتنقلوا للاوتيل اللي هو اللي هيروحوا يلعبوا فيه. تمام، معرفش اليابان هتلعب فين، بس لا ده خليني بقى، ده انا عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن الافتتاح يا كابتن، بس خلينا نطلع.